مرحبا بكم في هذا الدرس. سوف نتعلم ما هو الفرق بين كلمة I want to وكلمة I wanna. want to and wanna بنفس المعنى، وهو أريد أو يريد أو يريدون. want to يريدون أن، they want to هم يريدون كذا وكذا. الآن في اللغة الإنجليزية الرسمية أو الكتابات الرسمية يمكن قول I want to. على سبيل المثال I want to get tickets for the concert، بمعنى أنا أريد الحصول على تذاكر للمناسبة. إذا أردنا أن نتكلم بطريقة أسرع يمكننا قول I wanna get tickets for the new for the concert. I wanna get tickets for the concert. I wanna get، أي بمعنى I want to. وأيضا يمكننا قول مثال آخر I want a new car. I want a new car. أنا أريد سيارة جديدة. يمكننا نطقها كالتالي I want a new car بنفس نطق الجملة السابقة. إذن I want a new car أو I want to buy a new car على سبيل المثال. إذن الفرق هنا بشكل سريع، want to تستخدم للرسميات. إذا أردت أن تتكلم بطريقة ليست رسمية يمكنك قول وانا. شكرا لكم للمتابعة، وتابعونا على قناة اللغة الإنجليزية للعرب youtube.com/en4ar.